قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن قولا سجله القرآن قال الهدهد لسليمان قولا سجله قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن قولا سجله القرآن قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن قولا سجله القرآن يا من تدري لغة الطير إني أدري ما لا تدري إني أدري ما لا تدري يا من تدري لغة الطير إني أدري ما لا تدري إني أدري ما لا تدري جئتك من سبأ ببيان قد شاهدت بعيني رأسي أقوى من سجدوا للشمس قد شاهدت بعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد المعرفة والنكرة عشر كأين بلاغنا ومعرفتي إيا النكرة دي تنقسم وحي أقيب سميان الأسماء أسماء باعتبار المعرفة والنكرة حق معرفة إيا النكرة دي مركا لإيجي إلى قسمين لبقي بوض معرفة قيب معرفة إيا ونكرة قيب نكرة تعريف المعرفة معرفة أيانو هل كنكو تعريفينينا المعرفة معرفة هي معرفة ما وضع واك لودجيو ليستعمل سي لوغو استعماله في واحد مد بعينه عين تيسا مد قرع يا لوغو استعماليا وعرف بعضهم غير كود أيام تعريفيي المعرفة معرفة بقوله هذا الكيسي بكو تعريفيي هو إساغو ما كوي لا يقبل أن أقبلين هي يد ما لا يقبل أما هو ما لا يقبل وكأن أقبلين المؤثرة أشى مؤثرة أكأن أقبلين ولا يقع أن دعين مكان ما كيم يشي سيقبل الأقبلين معرفة وحلقو قرطا ألنا مقاتو ويمك أنت أنت مؤرن كريزي مذ ألقاتن ميشي سمدعيو أنواع المعرفة معرفة النوعية دي بينو هل كنكو أركينا أنواع المعرفة معرفة النوعية دي بينو أركينا هي يد ستة أنواع ولحنا الضمير وضميرك والعلم يا علمك واسم الإشارة يا اسم الإشاره واسم الموصول يا اسم غير موصول والمحلى بألك أشوتي والمضاف كلا إضافي لواحد من هذه الخمسة شنطا كثير سن أعرفوها كوجو معرفة سن بعد لفظ الجلالة لفظ الجلالة كذب كوجو معرفة سن إلى أك سيدي أكل معرفة سنين لفظ الجلالة كذب وسيدي أكل معرفة سنين هلكن الضمائر ضمير هذا أقوم معرفة إيسان العلم علم كاكسو حقا اسم الإشارة اسم إشارها اسم موصول اسم موصول محلم بألكي أشوتي أما المضاف مضافك أما المضافك الله إضافية لواحد من هذه الأنواع وعدنا الخمسة إيشان تأك الله إضافية فهو يسوي في مرتبة ما كي مرتبة يسوي استاقي أضيف إليه لو إضافية إلا المضافك الله إضافية إلى ضمير موياني فهو يسوي في مرتبة العلم مرتبة علم كأي فريسان إياه نكرة ونكرة ذي نكرة ونكرة ذي وهي نكرة ذنا كل اسم واسم كسته شائع أو كفافية في جنسه جنس جيسة لا يختص به لما خاص نقول أيو واحد مذي لما خاص نقول أيو دون آخر ككلل أنتي مجع أن لك على لحين أي علم الله أرنا يا نكرة مثل رجل ورجليو وفرس فرسيو وكتاب كتاب وكله فبعض النكرات نكروين كغاركون أنكروا ويكسين نكريسيهن من بعد انقارك كله نكروا يقول نكريسيهن كما أن بعض المعارف سيدا معارف تقاركود با أعرفوا أي أغا معرفيسيهن من بعد انقارك كله هذا بفا أنكروا نكراتي نكروا ينك وحا أغا نكريسن شيء 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 وحا كستاسو قليا ثم متحيز متحيز وح مالقب سنكرا عرض كيبا كلك كبحيا ثم نام هدنا نام وحي الزيادة ثم حيوان هدنا حيوان كي ثم ذو رجلين وحي لبالو قادل ثم إنسان هذا إنسانك ثم الرجل هذا ننك عالم هذا أنت كذب عالمك أقسام الاسم اسم غيبه باعتبار لزوم المعرفة معرفة لازم دي إذا مركان كأيغو وعدم لزومها إيا لازم دي لأنت إذا مركان كأيغو كو ما يلزم مد لازم إيا المعرفة معرفة وهي تاسي الضمائر وضمير هذا ولقيت بضميرك ومعرفة ما كرم النقضة سنوا العلم وعلمك اسم الإشارة واسم إشارها اسم موصول واسم غير موصول ما يلزم مد لازمية النكرة النكرة مد لازمية وهي يد غير وي مثل وي الأسماء المتوغلة أسماء كو فغاتي وي بالإبهام إبهامك انتاسي
ما يلزم أن نكر بين ما يلزم النكرة وغير مثل الأسماء المتوغلة بالإبهام وقيبتي لبعض قيبتك وبعد ألف بيت قيبت النبأوي قيبت صدحات قيب هو معرفة أون وأفرت النمبر يا هوري قيب نوى النكرة أون وغير مثل الأسماء المتوغلة بالإبهام صدح لاسا كسوق عظنك ما يتردد بين المعرفة والنكرة قيبنا مرنا معرفة ينقن مرنا النكرة أي ينقن وهي الأسماء وأسماء الباقية الصوهر فتكون معرفة معرفة نقن في حالتين لا بشر بأسماء ذاك معرفة نقن إذا دخلت عليه مركي تشكى شؤال سيدا الكتاب يا الرجل يا القلم يا البيت يا الرجل يا الرأس وكله لبا إذا أضيفت مركا لا إضافة إلى واحد مد مركا لا إضافة من المعارف معارف السابقة الرئيسية سيدا كتابي مركي يا المتضمير لا إضافة كتاب هذا مرك اسم إشارة لا إضافة كتاب علي مرك علم لا إضافة كتاب الذي مرك اسم موصول لا إضافة كتاب الرجل مرك مذ ألوة لا إضافة ويكون نكرة نكرة أي اسم قلنا فيما عدا المسألتين لبدا المسألة وحكى صهري السابقتين إيهري سيدا كتاب يرجل نوكالي هذا بضا من هذا تسالي ياشو دي أين هل كنكو أركي دوننا مرك أنضا من هذا تسالي ياشو دي أرقنانا علم كي اسم الإشارة أي لبدا سأينوكو حيقيا أمثلة ضمائر وضمير هذا تسالي يا شودي أنا جالس وحن فرديا أمام داري قريقة هرتيسة وأنا ذا نحن قائمون وين تاكتاغنها في المسجد مساجد كالإحديسة نحن ذا أنت قادم وحد كصوغش من السفر سفر أنت ذا أنا قاعد وان فرديا في البيت قريقة أيان نح فرديا أنا ذا أنت قاعدة وات فرديا في البيت قريقة دح فرديا أنت ذا أنتما لبذينني قائمان وتاكتاغنتهم في الفصل قلاس كالإحديسة هو قادم من السفر سفر بكصوغلي هي قاعدة وي فرديا هما لبذني قارئان وحي أخريان كتاب الله بي عن ظهر قلب تشك أخريان تصالي عشا ضمير هذا وضع معرفته وقوى يقوى اينا شيء جنبه أمثلة ضمائر المنفصلة ضمائر منفصل كا التي تاسو في محل نصب النقر ايسا تنوى أمثلة ضمائر المنفصلة التي في محل رفع إياك نعبد أذنبك عابدين ما حييت ما ذن سلامين إلا إياي أنيق موية ما أكرمت ما ما أكرمت إلا ما أكرمت ما ناموس إلا إياهم إياق موية لبي يتمك نوعاها أمثلة ضمائر المتصلة ضمائر متصل كأتو سألي ياشودة التي في محل النسب تفي محل النسب وليبنا كو إيمان إيسا أكرمني أخي ولا الكيبا إماموسي أو في أكرمت وان ماموسي ويا إذا أكرمني كجرت إيا أخي كجرت إيا أكرمت تعد إيا هذا إنتبا وضميره مررت وحن صوامري بك هذا كان صوامري في طريق طريقا كو صوامري وبك إمك إيا مررت تأذي إذا لبضبا هذا بحال كم واحد دوني في محل النسب بالا ثبيه تسالها النفتيسة أيا في محل النسب أنا هين هذه أينان بك هذا قرة أينان قيمين التدريب الأول ليلة كوبات استخرج واحد صوصار تا خمسة معارف شن معرفه مختلفة أو ذاك اللي دوون وسمي واحد مجا عوضة كل نوع نوع كستوم من المعارف كتر سن معارفته سعى رجل نبا سعيي بالرجل ننكل عند عمر بن العبد العزيز فقال له عمر وكيري يا هذا كانوا إن شئت هذا دونتو نظرنا في أمرك أمر كاغا هوسبان وإيجي فإن كنت كاذبا بيانا لها داتهاي فأنت داخل واحد سيوغلي تحت حكم هذه الآية آية حكم كيغا قال تعالى إلهي بيري يا أيها الذين آمنوا كوا إيمانك لهم إن جاءكم فاسق فاسق هدو إذن ليمات بالنبأ ورف تبين إسكه بصدى أن تصيبوا سأيدان وأصيبين قوما قوم بجهالة إذنك وحبؤ بين وميئب وحبؤ بين قومك وفتصبحوا أذهاتين على ما فعلتم كات سميسين درتي نادمينك وكقوم مونيا وإن كنت صادقا هددني هنو شيء سنة فأنت داخل واحد سيوق ليس في حكم الآية آية كلي حكم كيغا قال تعالى ألا يا يري هماز وانن عيبضا مشاء أؤاذ غلغا بالنميم نسك دراني مضى وإن شئت هدا دوني سنة أفونا عنك وأن نسكك عفي فسكت الرجل ننكيبا آمصي ولم يرد واحد جوابا مسوع لني هذا بوح على قربة التدريب الثاني ليل سكاهوري إن هذا مرة إنه وحال قربة إن شن معرفة أو كريد دوان أتصوصارتو شن معرفة أو ذا كريد دوان التدريب الثاني ليل سكالباط اجعل واحد كيشاء ضمير ضميرك في الجملة الآتية جملة صوصع للمفردة قبر ثم للمصنع لبا إيو الجمع جمع بالنوعيه ما نعيده دبا وغير واحد بدشا ما يحتاج إلى تغيير كبدليد أباها هو يقرأ الكتاب كتاب هو أخريا وينهى عن الكسل وهسي نواديدة محان راني مركان قبر كده أيو هي تقرأ الكتاب وتنهى عن الكسل بان رانيا لبا رقا هما يقرأان الكتاب وينهيان عن الكسل هدان دوليين أن لبض مرة هما تقرأان الكتاب وتنهيان عن الكسل هدان ركبضا هم يقرؤون الكتاب وينهون عن الكسل هدان دمر بضا هن يقرأن الكتاب وينهين عن الكسل
أقسام العالم عالم كيف إنه هل كان هذانا أين إن شاء الله تعالى كأرك دونا قيبها وعالم كيالنا أيه أين برتن كمار دونا أقسام العالم وعالم كأيور بحين تيسي هو عالم كاسم واسم اسم أو يعين عدين أيه المسمى كمجع أوي هي أيه عدين أيه بلا واسطة واسطة الآنتين هيا راذي وح واسطة وسمين يا نمتشر كو عالم كو كمجع أوي هي بمعرف أيه معرفين يا واسطة نمتشرتو أو أما هو إسقو ما وضع واك لودجيو لشخص شخص بعينه عينتي وينقسم وحو أقيب سمايا إلى ثلاثة أقسام سطح قيبات باعتبار دلالة حق الدلالة مكان إيغينو لقب ولقب لقب نقنية هو اللقب كما أشعر هو عالم كلقب كما أشعر واك كدرين سينية بمدح أمان أو بذم أما سعي سيدة زين العابدين أوكاله أما أنف ناقة أوكاله زين العابدين أمام بكدرين سينية أنف ناقنا عيب كدرين سينية كالباد عالم كو قيب سمايا واكونيا هو ما سدير واك لغو باللوضة بأب أو بأم أب إيا أمه أيام دهان لغو باللابانيا سيدة تسالاهان أبو ليس أوكالي أما أم عطية أوكالي كسدحاد اسم واسمي هو اسم ما كوي لا يشعر أن كدرين سينين مدحا أمام كمدرين سينيو ولا ذم عيطون كمدرين سينيو ولم يسدر لغو ما باللاباني بأب لفظ أب لغو ما باللابان وأم أمنا لغو ما باللابان صدح بو حق دلالة عالم كي نوع نقضي ينقسم العالم عالم كوحي أقيب سامي باعتبار لفظه حق لفظه سنة إلى قسمين لبقى يبوض بو أقيب سامي ولبقى يبوض بو نقونا يا باعتبار لفظه ينقسم العالم عالم كوحي أقيب سامي باعتبار لفظه حق لفظه سنة إلى قسمين لبقى يبوض هما وحي كليهين مفرد مفرد سيدة محمد يا علي يا عمر يا أحمد يا فاطمة أوكالة إيوه مركب مركب سيدة سيبويه يا عمرويه أوكالة لبا أيها هذا مفرد يا مركب وإنه قيب سمي صدق ذي هري هذا لبا كله فنو ليح أي اعتراض وسيم رئيسا ينقسم المركب ومركب كوه قيب سمي إلى ما يلي أنت صاهر لي ومركب مزجي مركب مثل تركيبية تركيبا مزجيا مركب مزجية سيدا سيب ويه خال ويه مركب يا مركب تركيبا سناديا تركيب سنادي إلى تركيبية سيدا تعبد شرا يا شاب قرناها أوكلا تعبد شرا يا شاب قرناها يا مركب 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 تركيبا إضافيا تركيب دافية لتركيبية تركيب دافية مثل تركيبية سيدة عبد الله يا عبد الرحمن أوكالي ينقسم صدح مركب أيو مركب كإنو نقضي صدح مركب وإنو نقضي صدح ذي مركب حبدي مفرد كهي نوغي أفر بو نقنية أفر تا واحد كله فتا صدح ذي هرا كله أفر تا واحد كله فتا بان دونية ها أفر تا صدح ذي هرا كله فو لبي يطبن بي مركا هالكا غيب تيدو أي سوام ريسا ينقسم العالم وعالم كوحي أقيب سامي باعتبار أسالتي حق أسال نمدي سمرك لإيغيو إلى قسمين لبا قيبوت هما وحيك ليهين لبا قيبوت مرتجل مد مرتجلة سيدة إسحاق يا يعقوب يا إبراهيم أوكالي إيا منقول من بنقولة سيدة محمد أو اسمي مفعول حمد ألقى سو نقلي نعمان أو ليقى ألقى سو نقلي جعفر أو شاح يربى ألقى سو نقلي حيابها نوع عاصو كالعيو نوع نقنية هذا ما كان إنه لبيه طبعاً كي لبعض مرتجل يوم نقول إنه كسيده فنو أفر إياه لبعضاً أي عالم كوسو خلاصه بيا ينقسم العالم ولي ويسع تعقيبته ينقسم العالم وعالم كوحي أقيب سامي باعتبار تشخص معناه معنيه سعدانا يا مرك عن إيجو وعدم تشخصه يسجون عدانين إلى قسمين لبقي بعض هما وحي كليهن عالم الشخص وعالم الشخص هو اللفظ واللفظ الذي لفظه يدل كتصي على تعيين مسماه كما جعلوا هي عدين تيس تعيينا مطلقا سعد الله عدايو سيد محمد يا علي يا عمر أوكلي مثلا محمد علي عمر أوكلي كالبادوا عالم جنس عالم الجنس هو اسم واسم موضوع لودجي لصورة الصورة الخيالية خيالك التي تاسو في داخل العقل عقلك كل حجرته والتي تاسو تدل كتصي على فرد فردي شائع كفافية ومن أفراد الحقيقة الذهنية حقيقة ذهنية أفراد ساء عالم الشخص إيه عالم الجنس لبدا أي عالمك إنه قيب سمي كلك الأفر لبيه تمنك أفر يلا تنبينه هيني أفر يلا باتنك بعدنا لبدا الله سي قيب لو سيرو فنيا سيدي يا أفر تنقيبات أيينه هينا وأسامة أوكل عالم الجنس يبلي لباقي ثعالة أوكل دعوضي ومعريض أوكل ومعريض أحكام عالم الشخص عالم الشخص هو أحكام تقولي هي أيينه هلك نكو أركي دورنا الله يضاف وإن المضاف لقديم مضاف عالمكم من نقضه عالم الشخصه الله يعرف بألوى إن الله معرفين صحة وقوعه مبتدأ وإن مبتدأ نقوم كره كونه صاحب حال وإن صاحب حال نقض حال أو متأخرة ضم بيسو متقدمة أما متأخرها حاله أما متقدمة
كونه يمنع وحلو دي من الصرف صرفه إن وجد هذه اللي هلو مع العالمية عالمية دمعيه سبب آخر سبب كلو للمنع كتعنيث في فاطمة كون نعتي نعتي جيسا نغانا يا معرفة معرفة بلغو نعتي ايا إلى لحدا حكم ايا كميدا أحكامتا على مر الشخص يسكليه الأحكام اللفذية اللي يلي هدو التدريب الأول ليلة كوباد استخرج واحد صوصارتا الأسماء أسماء إيا والكونة كيوين كإيا والألقاب النانيسيها فيما يلي قارة آسيا قارة آسي أوسع القارات قارضها يضع قبل الله وهي مهد الأنبياء والنبي ذا هلكي لقديري شري ومنهم وحكم ذا إبراهيم الخليل إيوه موسى الكليم إيوه عيسى المسيح من الشعراء قبياغ وحكاتر سن المجيدين إيه قبيغ آتك ويقان في الجاهلية مع دي كاربة إيوه امرأ القيس إيوه الزهير إيوه علقمة الفحل من الشعراء قبياغ وحكاتر سن المجيدين إيه قبيغ آتك ويقان في العصر العباسي أبو عبادة البحتري وأبو طيب إيوه أبو تمام حبيب بن أوس الطائي حبيب بن أوس الطائي اسم إشارة اسم الإشارة اسم إشارة بينه هل كنكو أركا إنا علم سيدا إنو دريم إنو اسم إشاره كل يواقيب معرفة كاتر سنوي هذا واللفظك هذا أولي المفرد مفرد كي أصب ناضي المذكر إيه لبك أها ومفرد مذكر أي هذا ذو كل عيسى وننبى هذا لو يقانا سيدا جاء هذا كان يمد رأيت هذا كان نركي مررت بهذا كان صومري فهذا لفظك هذائه في الجملة الأولى وفي محل رفع فاعل وفي الجملة الثانية وفي محل نصب مفعول به وفي الجملة الثالثة وفي محل جر بالباء هذه أولي المفردة قبرنا أصغناتا المؤنثة للدقاء مثل جاءت وحتمد هذه تناتمد جاءت هذه تناتمد ضربت وحن قراعي هذه تنان قراعي مررت وحن صومري بهذه تنان صومري فهذه لفظك هذه في الجملة الأولى وفي محل رفع فاعل وفي الجملة الثانية وفي محل النصب المفعول به وفي الجملة الثالثة وفي محل جر بالباء هذان واللفظك هذان أو للمصنع لبضي كل عياء المذكري إيه لبك أها سيدا هذان لبضني قائمان ويتاك تاقيهن أكرمت وحن ماموسي هذين لبضن على هذين لبضن وحسارا أن يخرج أين بحان أو يسقط أمساء آمصان فهذان لفظك هذان إيه في الجملة الأولى جملة ظهر وفي محل رفع مبتدا الجملة الثانية وفي محل النصب مفعول به وفي الجملة الثالثة وفي محل جر بعلاء هاتان وللمثنى لبضى المؤنث إلى الدقاء سيدا قالت وحي تري هاتان لبضني ما فهمنا ما نفهمين الدرس عشركي ما نفهمين بين لبضني إلى هذين والله بها بلوض هاتان لبضني بنتاني والله بها بلوض جميلة تاني قرقرح بضن لقينا وحن لك لنك لقينا وحن لكل أن في هاتين المسألتين لبذا مسأله من الصعوبة حق أضيقة ما لا يخفى وحن قرصونين حللت وحن كشقيي حللت وحن كشقيي هاتين المسألتين لبذا مسأله فاللفظ هاتان اللفظ هدب هاتان أمر كان دوني إنه في الجملة فاللفظ هاتان في الجملة الثالثة في الجملة الأولى جملة كوبات وفي محل رفع فاعل وفي الجملة الثانية جملة لبعضنا وفي محل رفع مبتدئ وفي جملة وفي جملة ثالثة وفي محل جر بفي وفي الجملة الرابعة في محل النصب مفعول به هؤلاء وي لفظك أضم بيانا وللجمع جمع مطلقا كيون لك لغاذين سيدا هؤلاء كون طلاب وأرضي علمت وحن وحبري هؤلاء كون أطالبات أهب لها مررت وحن صومري بهؤلاء كون فهؤلاء في الجملة الأولى في محل رفع مبتدا وفي الجملة الثانية في محل النصب مفعول به وفي الجملة الثالثة في محل جر بالباء ضع واحد لكتا أرض يوم في كل مكان مالك استو خال بنانو مما ياتي وحصاص على اسم اشاره مناسبا اسم اشاره يركوها بون يذهب تليا الصانع الى مصنعه يجيد وناجنيا الضباخان الضبخه حلقت وحا وريغي الطائرتان لبد ياردود في الجو هو هوذا سري وريغي التلاميذ ارديدو مجيدون وي وناجنيا اشكر والو مهد نقيا لهذا الصديق للصديق صاحبك معروفه وناجيسا معروفه وناجيسة نص لتحليل ونص يرى لتحليلنا اليوم مما يحكى وحيابها لغورها معاني دفيليين دفيليين توحى كمضة أن أحدهم يغى كمضة أي صاحب الله صاحبي رجولا في سفره سفر كيسي فقال له الرجل ننكي بكيري امدت غو فاشتري لنا لحما هيلي بالنوس وإيبي والبلورد هيلي بنودون بويري لعكتن هو هيلي بنودون فقال وحر الله ما دوني كريو والله ما كنت أرتي ما أقدر مكعي كريو ما كريو فماذا هو ننكي لفتي سيبه تقي واشترى هلب كيبو سوئي بي ثم قال له وحر كيوري
قم استاغو فطبخ إنو شرشر إنو كاري. فقال وحول لا أحسن ما وناجين يو أضبخ كارنتا. فضبخ الرجل نكي باكريي. فما قال له وحول كويري قم استاغو فأثريد إنو شرشر. فقال وحول أنا والله بان كبر أرتيك السلام وان وحسنية. فسرد الرجل نكي با شرشري. ثم قال له وحول كويري قم استاغو فغرفي نو صدر در مرقا. فقال وحول أخشى وحن كبقيا أن ينقلب على ثياب درك إنو إيقاقضاته. فغرف الرجل نكي بصوت دردري. ثم قال له حكولي قم الآن هدى استاغو في كل كالي ربن. فقالت فيلي يبايري قد والله بان كل أرتي استحييت وحن كحشوضي من كثرة خلافي خلاف كي قبضن إيه لك أذيغ أنكو خلاف أيو ثم جلس انتو فريستي أيو فريستي فأكلون اللعمني تفيلي انتي بل نكا شكدي سكورن لعقل غمرهبين وحر لعقل تانا بحين يسوق وحين يوغسو يبي لعقل يوضن بالك قاضي إنو حنق ما يهي wuxuu rimay suuqada ma aqaan buurigada markii la soo iibiyeen kariba la yiri waligaa wax ma karinin buuri markii la kariyeen googooba la yiri googoynta ma aqaan buuri markii maraqii keen ba la yiri maraq weyn ugu daataan ka baqayaa buuri ugu dambayntii ayuu ninkii raana wax kasta diyaariyay kaalay soo farxalo ila cun markaas uu ilaahay baan ku dhaartay in badan baan maayo kula haaye hada maayo ku oran maayo buuri uu la cunay wa aqbalatu fayliyun tufayli kala soo qaabilay ila sani'in waliimad فوجد وحوري الباب الباب كيو قدر تجلى حري ولا سبيل جدنا مجرو الى الوصول او غري غدي هيسو غادي كرو تفيلينتو نيمن خرقوده اهاينا وراقه ايو شابد ايو خري قادن جيرين فسال وحو ويديه جارك انتو وريغي ملي غري وليمده لو ديده اي جارك وريغي فسال وحو ويديه عن صاحب الصنيع نينكن وليمده له ان كان له انه هو هادي ولد علم غائب كمقن علم ودان كره كمقنين وجيرو او شريك وشريك في سفره نين اي شركه ودليين هو سفر كمقن فاخبروه وحي ورمن أن له ولدا إنه المدلعي ببلد كذا ودن كاتشوغا فأخذ ورقة وراق بغصاقة شاب كوكا لقى وراء أيوكا صاري وضواها وبضوضو بيبا وختمها شابطي وكل لفطي وليس في بطنها وراق ذي قديه يقنكو مقرنا شيء وشينا ووراق مرن أيوانتو قلكي كوري دي وكوحة بقيي أيو شابط دوشكا لفطي وحكو قري متقانا وجعل في ظاهرها دوشة سرى وحكو قري إلى العروس أراصدي كسعتها من أخيها ولا الكذب بينك سعتها وإن كيل لي وضن كلوتشوجا ثم أقبل وسوق قابل متدلي لأن سوق متدلي لو دقدقية فقعقع الباب الباب كي وقعقع كجسية قعقعة شديدة واستفتح يغفر أيوجري وذكر وحش شيء من كيل يعطها هنا أنه الرسول يكيمت من عند ولد الرجل نك الإلمه سيبور صاحب كي أهيو هل كي وضن كازو كيمت ففتح له الباب والباب كي ودقدق لو غفره وتلقاه الرجل نك بالله كل ماي فرحا فرحت مسرورا يسوق عضو فرحسن وقال له حكويني كيف فارغت ولدي ورلمه يجي سيدات كاتمت فقال وحي اوغو جوابي بأحسن حال ما أنتم بوغو قرح بدنا وما أقدر مسا كاريو أنو كلمك إنان كلا هدلو من الجوع جاء وديد فأمر الرجل ننكي وأمره بالطعام عنتذي فقدم إليه والله كاني عنتذي ميشي كدقائق سيبانين كان الله كاني إليه وامرتي الميه سيكي يميدي ثم قال له حكويري أما بعث معك بكتاب مروح وراقك ويسولي من بولي إنان كايقي قال وحي البلاء اللي له ويسولي بوراق ودفع إليه الكتاب وراق ذي بودي بحلقا كلا بحبو يري وراق ذي بوشابك كساري فقال وحو يري الرجل ننكي أضيق مرك وراق ذي سداء واركي إلين إلى العروس من أخي هابا كقرن ما رأيت ما نن أرقب عنوانا عنوان مثل هذا العنوان عنوان كانوا كلا هب الباس وقرأي هب لا يكسع وحزي مجرن وإلى العروس من أخيها ليس عليها اسم أحد قف نبا مقعيسو كمدل قرن قف نبا مقعيسو كصادري إيو كلا صادري طانا مقعيسو كمقرن فقالت فيلو يبايري وأزيدك أن قد ربولي وحكالوك آي أبيي أنه إن كاغو كان مستعجلا ودك دقي مكوان صامري فلم يكتب فيه وراغ ذا لحدي سكو مكورين حرفا حرفنا ودك دقي يبولي وراغ ذا يضا مرم بيسوليني ولي براغو قد ربولي أوي ملاهي أبو كاري فقال له وحكو يري أدفيلي أنت ورم دفيلي باتهاي قال نعم بول ها دفيلي باتهاي أصلحك الله الله أكواكاتيي فقال له الرجل أضيبا كويري كل عن لا هني تكوكو إلهي دنكي ورعن بول إلهي دنكي كوكوه وشاككالي كل واحد من الشاكادة نوغد جيدنا وحبان كسو قادن دون عشر كبوده سيئة ونذير الرجل ننكلا سيئة اي اومن دفيريين كميدا إلى قوم قوم بو سيئة من الزناتيقة تدك قالد لغو حيستا قال لما كفي على ولادك لغو حيستا يصار بهم وحلوك حيني إلى القتل ماشي لقول ليني فرأى فيهم وحكو أرك هيئة طيبة وناكس وعليهم دشو ذنا ثيابا غير نقية نظيفة كمغضي فظنهم دفيلي بأم ريدتك للهين أيو يدعون إن وقو يري إلى وليمة حفلة فتلطف وإسخر غري حتى دخل إلى يسكو تور في لفيف جملة دودي أسكرتي ودون أركين بيسكو لحتوري تأسكرتي ريك يوم بمودنه ولك حيينون فلما بلغ مركو غاري صاحب الشرطة إنك أسكر عيد مذا هيستي مركو غاري
كان قورتا لغا جيراي كان قورتا لغا جيراي مركيسي مركا لسو غاري قال وخر اصلحك الله الله كسوبيه لست كميد ماي والله ما كدارت منهم رجل الله لينيو وينما انا طفيلي وردفيلي وما انا غاهي ظننتهم وحنوا ملي يدعون الى صنيع ان حفله لوغو ييراي فدخلت في جملتي وانا اسكو سوتوري فقال عسكرت نكي هيستي باكوري ليس هذا كاسمها ما يعفيك كان كوغو عافين لها مني حقيقة وحن كوغو عافيه يماها ادريب عنقه قورتك جربو يريسنا اللي هو الرجل سو دنبغو لا سو سغيه فقال وحي اصلحك الله الله كو هاجيه ان كنت هدات هي لابد مركز فاعلا كي سدا سمينيا فمر واحد امرت اسيا فكان سيفت الرجل دعيا ان يضرب بطني انه عروش ايغا غدفته بسيف سيف انا عروش ايغا غليه قورتي انه ايغا غدفني بول فانه عروشني هو الذي واكي اوقعني يغرد في هذه الورده مشكلته مشكلته ودن عروش اي كانت انا عروش انه ايغا غليه بول سيفت فضحك وحق وصلي صاحب الشرطه انك عيدك هيستي وسأل عنه ونويدي فأخبروه وحي أشيغين أنه طفيلي ونك طفيلي ويهي معروف ليقانه فخلى سبيله وددي سيوسي أيوسي تاي مركانا شاكك لأياه هل كان يدنا أنه أركي دورنا شاكك ذاك لوحي لا يدهي لبن وتصاحب وحا صاحبي أحمقاني لبطقن أيا في طريق ميل جدا أي إسكو راعي فقال أحدهما متكوت بكوير للآخر كيكالي إني أتمنى وحني وكفك رابولون تمنيا قطعان حين إذ الأمين الغنم أريا إن يشو أنتفع باللبنها عانيها كان إسكي انتفاع سن لها واللحمها هيلب كي كان إسكي انتفاع سن لها وصوفها دغرت إذن انتفاع سن لها فقال له صاحبه صاحبك بسوب وذي وحي كل صاحبك وأنا أتمنى أنه حنكو في كرابولي قطعان حين إذ لنا يشو أمين ذي أبي وذي ييئة أرسلها وكدري لها على غنمك أريا قوما كدري لها حتى لا تترك منها سيئين أغغتك شيئا نافنا فقال له وحكو ويحك هو جاجي هذا من الصحبة مساسا صاحبك وأهين واحتد ما وحى أتكاذي بينهما رحلة ذا النزاع ضاد يوم المخاصمة مرنكي ثم تراضي وحي كل شيء أن يحكم بينهما إنه كلا حكمه أول من يطلع عليهم عدك وبعدك صاب حدا فطلع عليهما وحى كصاب حيث رجل راكب فوشان حمارا ضمير عليه وحى أصار زقاني لبقر بذو من العسل ملبا فحدثاه ويجور من بحديثيهما شيء كذودي isna wa daqan ninkan dameerka watay labada qarbad laba qarbad oo malab ka buuxo qaaliya ayaa meesha u saaran waadna cas laakiin nakala xukun bay yiraahdeen ariga iyo yeyga la isku dirayo fa anzala ziqayn labadi qarbad bu soo dajiye wa fatahahuma afku kafuray hatta sala asalahuma malabki bu dhulka iyo ciida sida ugu daadiya cala turaab wa qala wuxuu yiri saballahu dami wa tu ilahay dhigayga ku shubaa bu yiri misl hada al'asr sida malabka wa tu ilahay u shuba ay lam takuna ahmaqin hada idan daqama ahayn bu yiri malabkii buu iska daadiyay wuxuu dhigayga wuxuu doonayay inuu waati dhigayga dhulka ku daataayo hadalkaas uu kari waayo qarbadkii buu afka ka furay markaas dhulkii ku shubay markuu dhig faaruqiyay arwaati dhigaygu dhamaan dhulka sida uu galaa ina duqmatiin buu saaso ka qara xukumi labadii qarbado maran baa laga ku tuuray tee malabka ma dhulka ciidu ka soo saari kara kama soo saari karo waa naxsba kala xukumay qisa kale ayuu halka ku arkayna waxa jira nin boqora ayuu saaxiibkii oo dadka muuqdaya aya xanuunsaday ninka boqorkii ilmo yar oo doqon ayuu dhalay ilmo yar oo nacsa ayuu dhalay markaas ilmiisi doqonka ayuu yiri inankii inuu ninkii xanuunsaday de khaliifka de boqorka saaxiibkii ayuu yiri in ilmiisi inuu u diru doonaya orodo aaba u tagbuur laakiin ilmahani waa nacso halka kabaha lagu bixiyo dhex fariisanaya waa nacsa waxba kale garanayn wuxuu yiri aaba aan ku dardaar meel kaalay wuxuu yiri horta halka meel sare markaad boqor markaad u tagto ninka meel sare fuul in boqor baa dadku ku ixtiraamayaan haye waxaad samaysaa buuri waxaad ku tiraahdaa waxaad ku tiraa dhaqaatiirta ayaa ku yimaada markuu dhaqtar Heber ku yiraa alla gacan macaan aadhe cuntada maxaad isku daydaa su'aal buuri markuu gudaa cuntay Heblayaan isku daya macaan ayuu cuntada anaa cunaa dhe alla macaan cuntadaasi dhe haye buuri ki yara oo cararay aabihi meel dheer fuul buu yiri gidaarkii buu fantay gidaarkii markuu fantay gidaarkii si soo qabso intuu la soo go'ay buu ki xanuusanay dusha kaga dhacay ee sakaraadka dadkii oo dhan baa la yaabay laakiin waa ina boqor waa laga aamusay markii isagoo sakaraada dusha uga kasii dhacay beerka ay laga dulkiciyo meel baa la fariisiyay markaas su'aal weydiiyay oo wuxuu yiri wuxuu weydiiyay dhaqaatiirta ayaa ku yimaada waxa ii yimaada buu yiri ayo malakul mawtka ii yimaada buu yiri malakul mawtka mubaarakun maymun alla barakaysnaayo gacan macaan ah buu yiri ilaa waxa dhaqtarka aniga ii imin jiray aabitaladiisii wuu haystaa markaas ay dadkii oo dhan yaabeen maxaad cunta ku qadaysaa buu yiri سنت جيري ذا كقدي يا أبو الله عن تذا سمعانا طيب طعام طيب محمود ما شاء الله ضدك يوردن أي الله يا أبي وهالك عربت كي لهذين أرسل حكيما ولا توسيه قفك عقل قال لما تردارو سدا يا سدا يا سدا لا ميرا لا ميروا عبوي ويقفك الظروف تسوي جيد وانت ميا دكتي وما يا
ومرده وحن حنوسدي صديق النساء صاحب الله لي حديث هذا بقرر ده ميدكود فاراد وحو دمعيان ينفذ اليه انه ادرو ابنه ان كيس ليعوده سي وصابوقده فوساه وادر دارمه وقال له وحو كيري اذا دخلت مركا دو غشو فجلس واحد فريستا في ارفع علم مواضع ميرها او سريسا وقل واحد كتر للمريض كبكمن يجيك يكوي ما دم من الاطباء فاذا قال مرك كلا فلان فقل واحد له هذا مبارك ميمون وامد بركيسن او غن معان ثم قل له واحد كتر ما غذاؤك ما حد قديسا فاذا قال مرك كلا كذا وكذا وحا يا وحا فقل واحد طعام محمود وعنت معان او وناكسن فذهب الابن ان كيبا تغي فدخل على العليل كي حنوسن يبو اوغلى ثم جلس وحو فريست في اعلى مكان ماشي اوغ سريسي فما لبث ما سو نغانين ان سقط انو كسو دلدعه على الرجل او فاوجعه او حنوجيو وقال له وحو كيري من يعودك يا كسو بوقدا من الاطباء فقال وحو ملك الموت موتك ملك الموت كاي سو بوقدا فقال له وحو اوغ يري مبارك ميمون وامد لبركيه او غعن معان ثم قال وحو هدن كيري ما غذاؤك قدادات وا مخي فقال له وحو اوغ جوابي سم الموت سنت غيريدان كو قديا فقال له وحو كيري عام طيب محمود وعنت معان ودغوي واقام الرجل نيم بابري غوري كريستي غوري ماركو كريستي ايو غوري سقفي سن سره ايا جلصنا قع 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 ابو بلاوينو سو دحو ايو سغي كي غوري ككريو كريدي دوناي ايا او ييميد ماركاسو لعقتي كان ماركاسو واريا وحن كبقيا غوري سقفيسو او قع قع ليهاي انو ايغو سو دومي ايغا هاجاجي كي غوري لها با يري وار اسكا دابو يري اسكا دا لا باس عليك بالوحده بلايا غوري ما قبو وايو بو يري وتصبيح سنيا مركو قع 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 دهايو اسكا تصبيح سنيا يدا كي كلا يا لا فهمو و خوري ورني وحن كبقيا بو يري سو وتصبيح سنيا اني نحريستي الهي انتي قبطه او ايغو دول سجودو غوري وايا كبقيا ايغا هاجاجي بو يري مركا ايسنا وقام الرجل نيمبا دغاي وقام الرجل نيمبا دغنا في دار درب باجره كره كدغنا وكان وحوها خشب السقف خشب سقف ونا خشبها يتفرقع كيقع عليا كثيرا افر بدن فلما جاء امرك يمد رب الدار كي غري لها يطالبه اسغو كدونيو بالاجره كردي قال له وحو كيري اصلح هذا سقف سقف كان هجاجي فينه يتفرقع وقع عليا قال وحو لا باس عليك بلا يما قبا وحبدك غمل فينه يسبح الله اله يسبح لله اله بو تصبيح سنيا قال وحو اخشى وحن كبقيا ان تدركوا رأف ان حريص قبطه في السجود ويجود السجود نيم بابري دمر حديثنا انتو دمر حدي ayu haaskiisi u keenay isagoo dameer u soo xaday sita markaas uu ku yiri waan inoo iibgeeyay siiladan geeyay siiladii buu geeyay markuu siiladii geeyay laga sii xaday isagoo faramaran buu soo noqday islaantii ma ku tiri hor dameerkii imisaad siisay intuu inagu taagnaa baan soo siiyay buu yiri deyntu ku taagnaa maxay ahayd tuuganimay ahayd waruuya waxa la wariyay anna arrajula nimba salaqa xaday ximaaran dameer فأتى السوق سوق أيو يمد ليبيعه سيووي بيو فسوق منه والا قحضي فعاد إلى وطأ إلى منزله قريقي يسيب كسو الله أبطي فقالت له إمرأته قبر إبا كتري بكم بعته إمسات سواسيسي فقال وحولي برأس ماله إنتو إنه تاقنا نمبا بري عراشو حنونتي شو باني على الحنون باكو دعي لاختر كو تغي لاختر كمير كو تغيبو لاختر كي محاض عنتي كولي اللحوح يرق الله شيبان عنايبو يري لاختر كي بايري ها اسكا فريسا هالكان مركي يقول لها عراشا لقاد دويلية أمبو إندكول يقو كيري إندكول أنيك قبطو إندها هكاتشي أمبو إندها إندها بارا إندها بارا indii markii la baaray dhaqtar uu buuray calaash indhaha gaba xanuunsanaya calaashan ka xanuunsanaya weyn ku fahmay uu yiri waxaan isleeyay la xuxu gubtay baad cuntay inaad iska aragtaan doonaya buur la xuxu gubtay oo dib dambe uu cunin kulka xagga indhaha ay culidi ka jirtaa taa aan horta indhahaaga baaray buuray وشكى الرجل نبا كسعود الى طبيب دكتور وجع بدنه علاش انه كحنونسن يو فقال وحري من الذي كيباد اكلت عنتي قال وحري رغيفا لحوحبا عن محترق غبتي فدعى الطبيب دكتور كيبا او يارى لي كحله سي او كولا ببذورين فقال وحري انما اشتكي وحن كعبانا يا وجع بطني علاش حنون كيغا لا عيني ايش سماها قال له طبيب دكتور كيبا كو قد عرفت وان غرت ولكن اكحلك وان كو كوليا لتبصر سياد اسكا عرفت المحترق كغبتي او فلا تاكله هذا عنين وروي وحل وري ابن الاعرابي ان وروى ابن الاعرابي وحوري ان الرجل نبا قال لاخيه ولالكي كيري اتشرب معبت الخازر عيرتا عانا دنان معبتا با لغوري ادو دنان او من اللبن ولا تتنحنح احنا ما اورن واي عانا دنان هدي هلك لعيبو هلك استحانه واد كو ديمانيسا با خطر فقال وحل نعمها انا عبي يبوري انت عبا ايانا احي اورني فتجاعل وحي اسكو يلان جعلن هشيس هداد احي اورن ويده انت دنتو انت سو لعق ايا ديلانيسا با لي فلما شربه مركو عبي ايو اذاه دبي مركز يصير إحيح لأن إحيح لنا العتب وياي فقال وحي كبش أملح ونبت أقبح وأنا فيه أسجح أسجح حابة لو إحيح صدا كبش أملح وون جرجيرة ونبت أقبح يا عقار فالح وأنا فيه أسجح أنا كان إحيح سيا فقال له أخوه ساحب كيسي كلاكوين قد تنح نحت إحيح بعتني فقال سيدك دقوين من تنح نحا كإحيح فلا أفلح ولقيب الليباني ما يقولي أرمان أنا إحنا حسن بوجي ذا كل كا وحدورة أنتي يريدين ونسي شيء سيجين موتة أسئلة حول النص وحنا نسكربنا
استخرج من النص 10 معارف طبعاً معرفة كسوس عشية كذا وبين واحد عديس نوع خبر كان في الفقرة الخامسة فقرة الشناد نوع خبر كان نوع يسوعي واستخرج واحد سوس عرته ثلاثة أسماء يعرب فاعلة صدح اسمية وضف فاعلة وثلاثة أفعال مبنية للمجهول صدح فعل مبني للمجهولة وخمسة أسماء يعرب مبتدئا وثلاثة أسماء يعرب نائب فاعل وفعل مضارعا أو منصوبا وفعل مضارعا أو مجزوما إن شاء الله تعالى برتاي نقول شو جاء والله تعالى أعلى وأعلم.